السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بمستهل هذه الحلقة من برنامجكم أفكار جامعة. سكينة المجتمع واستقراره غاية كبرى، يشترك أفراد المجتمع كلهم في صناعتها والدفاع عنها، ويأتي الإعلام في مقدمة المسؤولين عن راحة المجتمع وسلمه الأهلي. ومن هنا تصبح المادة المقدمة من أي منصة إعلامية محل نظر وتقييم، الأمر الذي يجعل الخبر في مستوى من القداسة يؤهله لنيل ثقة الناس، لكنه يصبح خطرا داهما حينما تتم صناعته وفق أهواء وأغراض خاصة، لأنه ببساطة يدفع الناس إلى التعاطي معه وفق مضمونه، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على المجتمع في سكينته وتنميته. وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. وأي ندم أخطر من أن يصنع الإنسان تهمة أيا كانت لأخيه. لنقاش هذه القضايا التي محورناها إلى مجموعة من المحاور، المحور الأول سنتعرض فيه للتعريف بالخبر الكاذب، كيف يصنع ولماذا يصنع، والمحور الثاني سنتعرض فيه لخطورة الأخبار الكاذبة على سكينة المجتمع وعلى تنميته، ثم محورنا الثالث الذي سيكون عبارة عن نقاش حول توصيات عامة حول هذا الموضوع. استضفنا لكم في هذا السياق كل من السادة: الأستاذ محمد علي والعبادي، رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية، أهلا وسهلا بكم. كذلك الأستاذ أحمد الصديق التقي فاعل جمعوي، أهلا وسهلا بكم. كذلك الأستاذ سيدي محمد والبلعمش المدير الناشر لموقع مراسلون، أهلا وسهلا بكم. وكذلك الأستاذ معلوم أوبك مدوين، أهلا وسهلا بك. أنتم مشاهدين الكرام ضيوفنا الأول، نأمل أن تكون الحلقة مفيدة وأن تنال إعجابكم. أستاذ محمد علي، وأنتم ترأسون اتحاد المواقع الإلكترونية، الخبر الكاذب أي خطورة يتضمنها الخبر الكاذب؟ لكن قبل أن تجيب على السؤال، حدد لنا الفرق بين الخبر الكاذب والخبر اللي صادق. أولا أشكركم على الاستضافة وعلى طرق هذا الموضوع المهم الذي يؤرق كثير من الدول الآن، وخاصة الدول التي في شبه المنطقة من خلال هذه الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات وهذه الميديا الجديدة كما يقال، التي أصبحت تثير الكثير من الذعر نظرا لسهولة التقاط المعلومة وسهولة انتشارها. وقبل الدخول في الموضوع، أنا أعتقد بأن هناك يجب أن نفرق بين المعلومة كما يقال الخبر الكاذب والخبر المضلل. هذه كلها أمور تطرق في الإعلام وكلها عندها تأثيرها الخاص. في الخبر الكاذب، معناها الخبر الكاذب الخبر الذي لا يتأسس على أي مصداقية، لا يحدد الزمان، لا يحدد المكان، لا تتوفر فيه شروط الخبر، وليست هناك هيئة مشرعة تتبنى هذا الخبر أو يصدر من هذا الخبر. إذن مقومات الخبر لا تتوفر في هذا الخبر، لذلك يصبح بالمعنى المهني خبرا كاذبا. صحيح أننا الآن أصبحنا أمام مستهلكين للإعلام لا يفرقون بين المهني وغير المهني، لا يفرقون بين الخبر الكاذب والخبر الدقيق الذي يجب أن تتوفر فيه معايير الخبر الدقيق بسرعة، أركان الخبر كله، أركان الخبر بسرعة عامة. ويجب أن تكون له مرجعية كذلك، لأنه لا يوجد خبر موضوع في الفضاء كالشائعة. هناك خبر مضلل، وهذا الخبر هو الخطير، أن صاحبه يصدر الخبر في الوقت الذي يعي بأن الخبر كاذب ويريد به غرضا معينا، قد يكون هذا الغرض لإثارة بلبلة معينة، قد يكون للتمويه على أشياء معينة. إذن هذا النوع من الأخبار هو الأخبار التي لديها تأثير كبير على سكينة المجتمع وعلى ولا يثير ضجة كبيرة، لأن صاحبه موجه أو يوجه الخبر لغرض معين، وراها إيديولوجيا، وراها إيديولوجيا، وراها قصد معين للإساءة. هذه أمور أصبحت الآن خبراء الإعلام أصبحوا يتطرقون لهذه القضية، وأصبحت
مطروقة بصورة عامة من أجل التفريق بين المعلومة الصحيحة والمعلومة غير الصحيحة، حتى أن بعض الإعلاميين أصبح يذهب هناك، أصبحت هناك شبكات إعلامية لما يقال له تتبع مصداقية الخبر، وهي شبكات تتبع المؤسسات الإعلامية والأخبار التي تصدر عنها وتأخذ خبراء من أجل تدقيق هذه الأخبار والحكم عليها للمشاهد حتى يعرف مستوى خطورته، وحتى يصبح لدينا معيار لا تكون الوسيلة الإعلامية خارجة عن التقييم وخارجة عن 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 المصداقية، ومن أجل التفريق بينها مع ما يقال له شبكات التواصل الاجتماعية التي يدخل فيها كل من هب ودب. إذن أصبح اليوم العالم يعي خطورة هذه القضية، وأصبحت مجال نقاش كبير لخبراء الإعلام وللتصدي لها، إلى الحد الذي أصبحت كما قلت لك فيه هذه الشبكات التي لا توجد عندنا في موريتانيا حاليا، لكن أصبح الأمر يقتضي من مثل هذا، لأنها نوع من المنصات لحماية المستهلك للمادة الإعلامية وكذلك حماية المواطن بصورة عامة. شكرا لك أستاذ. عندنا هم ما فيه مثل هذه المراكز اللي مسؤولة عن دراسة الخبر وتتبعه، لكن عندنا شبكات مجتمع مدني، أنت دراسة هذه الشبكات وهي شريكة إلى حد شريك اجتماعي للبلد وللمجتمع وللحكومة، ومعني بالدرجة الأولى برعاية سكينة المجتمع وهدوء وسلم الأهلي. ماذا كيف تتعاطون مع الأخبار الكاذبة؟ كيف تقدمونها للناس؟ كيف شنو الأدوار اللي تقوموا فيها في الموضوع ده؟ شكرا على الاستضافة. شكرا لك، وأشكركم على الموضوع المهم، لأنه يهم ومهم من أجل سكين العام للبلد. نحن كمجتمع مدني كمنظمات غير حكومية، وأنا اللي أتطرق على قضية الخبر. تفضل. الخبر الكاذب هو اللي يقد يعدل ياسر من الفوضوية والبلبلة في أي محيط ما، ومقصود منه بعض عدة أمور. منها أولا يمكن هناك خبر من أجل رفع من مستوى كاذب لمجموعة معينة، تحسن تلمع صورتها من أجل تدخل الخبر الكاذب إلى تدعى عندها قيمة موجودة ما كانت. وكيف قال الأستاذ عبادي، فما قضايا عن الخبر يمكن يكون أن يكون غير صادق، ما عنده أي حقيقة، ويمكن أن يكون يبنى على شيء من الحقيقة، وكل هذا وجله كامل كاذب من أجل إياك يعطيه مصداقية عنه، قد يعود هذا ينساق سياقة وتقبل المجتمع وتقبل ذلك. نحن كمنظمات غير حكومية أولا فهم عدم تحكم قاع كيف قال في التواصل الاجتماعي، لأنه عادي يقعد لقاش في بيت وحده ويعد الخبر من راسه ويصيق ويمرقو، ما متحكمين في المواقع، ما متحكم في حد، لأنه هذا تواصل اجتماعي فيسبوك مرق خبر كذا يقدر يجرب به ياسر المشاكل والبلبلة للمنطقة. احنا كمنظمات غير حكومية وكمجتمع مدني يدينا نعرفوا عن البلاغ كذا، أول نفندوه ونعدوا عليه تحسيس. وله نعطي مثال شوي بصفة عامة عن مدينة الواديبو، وخلي فيها بلاغ كذا الفترة الماضية عن المنطقة الحرة اللي هي تقسم قطاع أرضية، وجاتها من واديبو كاملة بلاغ كاذب. هذا يا أخوي يعرفه البلاغ الكاذب، احنا تصدينا له كمجتمع مدني عن ذي البلاغ عن مؤاخذ ولا أساس له للصحة، ولا هي يثير الفتن من أجل القطاع الأرضية عليه، وقالت الناس هي تعود عندها ضغوط على المنطقة الحرية، ما تقعد تعود موجودة. هذا تلقينا له وشرحنا للناس عن بلاغ كاذب. هذا سبيل المثال. فهم قضايا أخرى يدين نتوقعوا عن البلاغ كاذب، عندنا نعدلوا بها تحسيس، نعدلوا بها انتم ما عندكم موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندكم عليها مواقع، عندكم عليها صفحات، خمس صفحات قالت مشوا رسائل انتم من طرفكم وتعود ثماتي
رد على مثل هذه المسائل. فم مواقع وفم صفحات لبعض المنظمات غير الحكومية وبعض الفاعلين الجمعويين أنهم يقدوا يوصلوا الخبر ويقدوا يفندوا الخبر الكاذب ويعطوا تحسيس للمحيط اللي متلقي في العالم الافتراضي أن ذا الخبر كاذب. شكرا أستاذ سيدي محمد. ما زلنا معاكم قضية أركان الخبر بصفة عامة، وكيف نميز الغثة من السمين في هذا السياق؟ هذا سؤال صعب جدا، كيف نميز الغثة من السمين؟ أعتقد أن أولا الحالة الموريتانية ليست استثناء من الحالة العربية والعالمية في هذا الموضوع، بخصوص الشائعات، بخصوص الأخبار الكاذبة، وحتى تاريخيا الأخبار الكاذبة كانت موجودة، ولكن سرعة الانتشار والمناخ الانتشار لم يكن متوفرا. وإذا عدنا نحن الآن في حالة مفروضة علينا وجدنا فيها، هي حالة أن 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 أن, أن الصحافة لوحدها لا تتحكم في العناصر الإخبارية فيما هو متداول من أخبار. انتقلنا من المواطن الصحفي إلى السيد المتدفق من الأخبار. في موريتانيا مثلا 700,000 صفحة على فيسبوك، وربما العدد قريب من أقل منه من واتساب، ولديك أكثر من 200 موقع إلكتروني. هذا العدد الهائل من صانعي الأخبار على مختلف درجاتهم يخلق فوضى لا يستطيع أن يميز معها المرء الأبيض من الأسود. وبالتالي نحن في سياق فرض علينا يجب أن نتناوله بحسن نية وحسن إدارة. كيف؟ مثلا أنا أعتقد أضيف إلى ما قاله الرئيس فيما يتعلق بالخبر المضلل والخبر الكاذب، هناك خبر آخر توجيهي. صح. لأن الخبر التوجيهي قد يكون خبر، ولكن خبر وجه لغرض ما تنموي سياسي وغير ذلك، وهناك أخبار مستقلة ولا غبار عليها. في موريتانيا 225 موقع وهي مصدر الأخبار الرئيسية لا تجد، حتى الأطر السامون والدكاترة والأساتذة لا يعرفون مواقع مصادر الأخبار الصادقة من بينها. وكثيرا ما نعمل استشارة، وعباد يعرف الموضوع، الشركات الأجنبية التي تفت أحيانا تطلب استشارات من الصحفيين ليقدموا لها أهم وسائل الإعلام ذات مصداقية. وبالتالي أيضا سباق القراء ربما فعل هذا الموضوع، لأن تجد موت رئيس وزراء ويكون رئيس وزراء توفي في الهند، بعضهم ينسخ قصص وقعت في مصر أو في المغرب أو في الجزائر، ويبدل بطريق نوع من لا مسؤولية لدى الصحفي لدى المحرر، الذي لأن الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له. وبالتالي هذه الحالة هيئت مناخا غير مناسب لوسائل التواصل الاجتماعي التي كان يفترض أن تجد مناخا طيبا لكي تنمو فيه وتترعرع. فقط مع ذلك، مع كل هذه الحالة السيئة التي نعيش، ما تزال مواقع محترمة، وما يزال مدونون محترمون يحظون بالثقة ويوجهون الرأي العام، وهناك أيضا مجموعات على الواتساب هي مجموعات راشدة جدا وناشرة الوعي وناشرة الآراء الجيدة وإن كانت هي قليلة. أستاذ معلوم، من حيث بدأ أستاذ سيدي محمد من حيث انتهى أبدأ معكم. هناك مواقع محترمة، هناك مدونون راشدون، هناك مجموعات واتسابية راشدة، لكن معناها هم اللي مجموعات أخرى ومدونون أخرى ما هم راشدون.
مثل ما يقولون الفيسبوك فضاء واسع تدخله، لكن احيانا تضيع في متاهات. انتم كمدونين، هنا نرجع لقضيه الاعلام المواطن والمواطن صانع الخبر، من درى كانك حسيت عنكم وصلتوا كمدونين للمواطن صانع الخبر ولا صانع الاعلام اللي حاسب وطنيته وحاسب مواطنته وحاسب مسؤوليته، والله ما بتوصلت لهذا. انا لا هنا ابدا من حيث انتهى الزملاء. اولا البدايه، اولا بتحديد ماهيه الخبر الكاذب. ظهر على الاخبار الكاذبه هي معلومات كاذبه يتم انشاؤها بطريقه مدبره وبسابق اصرار. هذا الخبر والاخبار الكاذبه هي المشكله على انها تحولت من ظاهره اليوم الى اعلام موجه. اعلام موجه، هذا الاعلام الموجه استغل ارضيه خصبه وهي ارضيه خصوصيات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه خصوصيات التواصل الاجتماعي هجير هائل من المعلومات يقصف رواد هذا التواصل الاجتماعي في لحظات قليله جدا. النقطه الثانيه، الخاصيه الثانيه، كثره رواد شبكات التواصل الاجتماعي. النقطه الثالثه، على ان الناس اليوم اكثر هي اهتمام بما ينشر عنها ويكتب عنها في وسائل التواصل الاجتماعي اكثر مما ينشر عنها ضمن وسائل الاعلام التقليدي. هذه الخصوصيات جعلت اليوم الاخبار الكاذبه يتحول شبكات التواصل الاجتماعي اصبحت متلوثه واصبحت تعاني تلوث الكتروني بسبب الاخبار الكاذبه التي تاخذ مظهرين. هنالك نوعين من الاخبار الكاذبه، اخبار كاذبه تنشر باصرار وترصد من اصحابها على انها، وهم يعون بان هذه الاخبار كاذبه ويعون بانها تنطلق على انها لهدفين، اما الهدف الاول للتشويش، اما مثلا للفت الانتباه. هنالك بعض رواد التواصل الاجتماعي يقيسون مستوى اهميتهم داخل شبكات التواصل الاجتماعي بمستوى اللايكات ومستوى التعليقات، والواحد مثلا يرى حينما لا يكون هنالك معجبين او متفاعلين اكثر هو يخلق احيانا بعض التلفيقات التي لا اساس لها واخبار كاذبه. وهنالك بعض الاخبار الكاذبه هي يتم نشرها عن طريق نقص الخبره وعن طريق الوعي، قله الوعي او عن طريق عدم المعرفه المسبقه. الواحد مثلا يتصور بان تدوين ما كل ما كثر تداولها نتيجة ضعف الوعي باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يتصور بأن مصداقية خبر ضمن وسائل التواصل الاجتماعي يقوم على أساس كثرة مستخدميه ومشاركيه، وهذا خطأ ليس بالضرورة. من يشارك ومن ينشر هذه الأخبار؟ هذه الأخبار ينشرها أفراد، تنشرها مؤسسات، وحينما نقول مؤسسات هنا هنالك عدة تمظهرات للأخبار الكاذبة. الخبر المضلل هو جزء من تمظهرات الأخبار الكاذبة، الأخبار الملفقة والمفبركة، الإشاعات وكذلك المعلومات الغير صحيحة، هذه كلها مظاهر وتجليات من تجليات الأخبار الكاذبة. هذه الأخبار الكاذبة لماذا انتشرت؟ ما هو السبب الذي أدى لانتشار هذه الأخبار الكاذبة؟ أنا أظن بأن السبب الأول الذي أدى لها هو تعتيم الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي. إحنا نتحدث عن الإعلام التقليدي بمختلف أدواته، تعتيم الإعلام التقليدي وعدم مواكبة الأحداث وعدم حتى نشره بسبب سياسة تدار بها المؤسسات الإعلام التقليدي وهي منحازة، أو بسبب خط تحريري. حينما لا يجد المواطن ضمن مؤسسات الإعلام التقليدي خبر أو مواكبة حقيقية للأحداث، هو إذن الإعلام التقليدي ساهم من حيث لا يدري في إعطاء شبكات التواصل الاجتماعي مستوى من المصداقية، وجعل المواطن حينما يبحث عن خبر ويجد دائما التفاعل مع أحداثه اليومية وكل ما يواجه المواطن من أحداث وغيره، حينما يجد بأن التفاعل فيها تفاعل مع أحداثه يتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هو هنا سيعطي لشبكات التواصل الاجتماعي مصداقية. المواطن اليوم أكثر هو ثقة بما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي من ما ينشر عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام التقليدي بمختلف تمظهراته سواء كان مقروء أو مسموع. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني، على أن الذين من الأسباب التي يتم انتشار الأخبار الكاذبة هو السعي لخلق بلبلة ولخلق تشويش. أحيانا هنالك جميع مؤسسات الإعلام سواء كان الإعلام الجديد أو الإعلام القديم هو ساهم في نشر الأخبار الكاذبة. نحن اليوم لدينا بعض المؤسسات الإعلام التقليدي تلفق بعض الأخبار على بعض الشخصيات التي تكون في مسؤوليات حكومية وتكون في مناصب للابتزاز
الإعلام التقليدي ساهم في الأخبار الكاذبة لأنه لفق وفبرك بعض المعلومات على مسؤول معين أو على شخصية معينة. كم مرة نسمع مثلا أكدت أخبار غير أخبار معينة لموقعنا على أن هنالك خبر وكذا. إذا مصادر أو مكان اليوم الذي ينتج اليوم الأخبار الكاذبة ليس فضاءات التواصل الاجتماعي لوحدها، كل مستويات الإعلام سواء كان إعلام حديث أو إعلام تقليدي هي تسهم اليوم في إنتاج الأخبار الكاذبة. السؤال المطروح، هذه الأخبار الكاذبة كيف يمكن للمواطن أن يعمل على التصدي لهذه الأخبار؟ طيب نتوقف عند هذا السؤال اللي طرحه الأستاذ معلوم ونبقى مع مقابلات أجراها فريق البرنامج. احنا هون نعانوا خاصة نواكشوط، هاي المدن كي نواذيبو نواكشوط هاي المدن العصرية حتى يعات مكتظة، نعانوا من هذا مثلا تأثير هاي العولمة خاصة هاي الإعلام وهاي السوشيال ميديا، معنا زاد فيسبوك وواتساب من هاو الشائعات اللي يسبوا المواطن البسيط ارتباك وخوف يقدعود لا علاقة له قاع بالواقع. فعلا المدن الكبيرة المكتظة تقع فيها شرائم معدلات تتراوح للدقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة ذا في العالم الأخر، غير بالنسبة لموريتانيا الحمد لله السلم والأمن متوفر الحمد لله بجهد سلطاتنا القائمة على أمننا والقائمة على مصالحنا، يا غير ملي لا شك أن فيه شرائم تسجل من 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 وقت الوقت، سببها قد يعود أساسا هو تصوفي جهل موريتانيا. كي مثلا واحد تعود عنده فضاء رافد يتكلف تلفون انه رافد فضاء، والله تعود عنده تيشيرت قاست المدرسه ولا تابع هنا رجعت يقدر قاشك بها لا قدر الله وعدلها جريمه. ايضا هناك ملي حوادث اخرى وشرائم اخرى كيف مثلا سرقه، هذا ملي دائما اراجع عقليه المواطن وثقافته على انه ما هو واعي حتى بالمدينه. احنا تمينا في الباديه يعني اصبحنا في الدشره واصبح كل واحد منا عنده واتساب، الكذب ملي المتعمد من بعض المواطنين وذاك لا ينم عنهم ما مثقفين. أنا ينعد مواطن في دولة عصرية ما يلا نبث ما هو خبر شاهدته، لأن هذه أولا مسؤولية الصحافة، الصحافي هو اللي يلا منين تخلق حادثة يقوم ما عدها أقرب صحافي له يقوم ما عدها ويعدل مثلا تقرير عنها ويعتمد، يا غير هذا الصحافي معروف اسمه ومعروف القناة التابعة لها والله وكالة الأخبار التابعة لها، وبالتالي لا يعود مصدر موثوق لأنه معاين للواقع. يا غير ملي أنت كمواطن بسيط لاحظت جريمة والله لاحظت شيء لا تسجل ما هو شيء متأكد منه، لا تزيد ولا تنقص، والله قاعد يا أخوي خلي عنك لا تأثر مشاكل الناس وتخلعها في بيوتها وفي ديارها، وبالتالي لا يصبح التنمية ما تقدر تصح، لأن التنمية لا هو السلم والأمن، والأمن منين؟ الأمن النفسي الاطمئنان النفسي. هاي الشائعات دائما تنطلس حول بعض الإعلانات اللي تعدل وبعض الوسائل الإعلام تستخدم نقاط مهمة في الشأن العام، يالت الدولة تحارب هذا النوع من المشاكل، غير يالت حد له يأخذ خبر يتم يقبض أرقام عنه ويقبض صلة عنه ويعرف كانوا حق والله ما هو حق، من يستجوب السلطات الإدارية يالله الأمن يالله الجهات المختصة يبحث معها في ذاك الشأن على هذه المشاكل الكاملة اللي والشائعات اللي تخلق عن خبر عاجل خبر كذا خبر. هاي الوسائل التواصل الاجتماعي تستخدم يوميا أخبار تعود غير دقيقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا في موضوعنا المتعلق بالأخبار الكاذبة وخطرها على السكينة المجتمعية وعلى تنمية المجتمع. أستاذ محمد علي، أستاذ معلوم قال لنا لأن الإعلام التقليدي أنه يساهم إلى حد كبير هو الآخر في بلورة مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة. البعض يقول أن طغيان التكنولوجيا والتقنية ساهم إلى حد كبير في عزوف المشاهد أو المستمع عن الإعلام التقليدي إلى الهاتف المحمول في يده، وهذا ما يسهل عليه الدخول نحو وسائل التواصل الاجتماعي ويسهل عليه كذلك أن يكون هو من نفسه صانع خبر. لأن يقولوا خبراء الإعلام، ما تكملت سؤالي. نعم، لأن الإعلام التقليدي فقد مصداقيته فعلا، لم يعد قادرا على 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 شد الناس. شوف ليش نقرب هذا حتى للمواطن، شو هو اليوم في الثورة اللي قالوا الإعلام الشديد، يقولوا خبراء الإعلام على أنه اليوم أصبح لا جهاز تليفون، وعلى أن جهاز التليفون على أنه عاد
تخطات انه عاد جسم وروح، معناه انه ما تلا جهاز تكتب فيه، وانما من اللي عاد تتفاعل معاه به اللي عاد هو من اللي متحكم فيك، ما انك انت هو اللي متحكم فيك. معناه ان خلقت ثوره تقنيه وثوره تكنولوجيا في عالم الاتصال الناس كامله محيرتها به، اللي جعلتها تغزي اللي قالوا الاعلام التقليدي. الاعلام التقليدي اصبح تابع بسرعه التقاط المعلومه وسرعه اللي ينتشر بها، اصبح نظرا لاي اعلام يدور الدقه ما يقدر يعود عجنان. ما يقدر يعود عجنان به اللي لا يحقق، لا يسمع خبر لا يحقق فيه، ولا يمشي يعرف عناصره، لا يعرف ذاك اللي خالق فيه. إنين اللي لا يعدل ذاك لا يلحق ذا الخبر فات انتشر نهائيا، ويصبح هو يتعقب. إذا أنه أصبح الإعلام شنو؟ الإعلام أصبح ردة فعل، وثانيا يتعقب. مشكلتنا احنا الصح أدن الإعلام تقليدي على أنه ما عاد مولي ذاك الإعلام اللي يتعقب المعلومة ويقبضها ويحقق فيها ويذفر، بل أنه عاد مولي ملتقط للمعلومات. معناها نحن نقول أنه عاد نوع من 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 غسيل الاخبار. معناها ما تات قال لك دار غسيل الفضاء، يقرر لك عاد في غسيل الاخبار تنشر مرده ويقبلها واحد اخر ويتم يغسل هذاك ويجيبها لواحد اخر، يعني تعود المرده تنتشر نهائيا. يعني ما يغسلها اللي يطرح هو ودايرها اللابده، المهم انه لا يتم بعد يكررها، تغسيل لا تكرير لها. يعني بالاخطاء اللي من بن 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 اليوم الاعلام مشكلتنا الرئيسيه اعلن المهنيه اللي يالت تعود عند الاعلام التقليدي غايبه. كيف؟ في عناصر، في وسائل اعلام ربما ما تتوفر على القائمه اللي يالت تتوفر فيها، تتوفر بالمؤسسه الاعلاميه. يعود عندها صحفيين، يعود عندها مدققين للماده الاعلاميه اللي يالت تنفرز بالمشاهد، واصبح المشاهد اليوم ضحية. رغم ذلك هي موجودة، والقارئ ضحية موجودة. ضحية لعوالم شمن الأخبار اللي ما توفى، واللي ما فيه بليدي قد يلجأ بها، يلجأ للإعلام اللي هو الإعلام التقليدي والصحافة الإلكترونية اللي نقوله نحن فيها يوسر، رغم أن فيها يوسر فيها بعض الصحف اللي مهنية وبعض المهنيين المؤسسات الكبار، غير ما اللي فيها شيء من التجاوزات لا ينتهي. وهذا هو اللي قلت لك على ان اليوم حتى في امريكا ذا اليوم صبحت متاثره منه وسائل الاعلام الصالي كبيره، واللي عندها تقليد صبحوا متاثرين من منافسه وسائل الاعلام الميديا الجديده نظرا لسرعه التوذهول، اللي عادوا يبحثوا عن منصات الكترونيه جديده لتتبع الاخبار. به اللي اليوم أصبح اللي مطلوب منه شنو؟ لأن أي خبر، أي وسيلة إعلام يعود عندها رقابة تقد تتم تميز للقارئ العادي على أن هذه مصداقيته، هذا الخبر هذه توخل أخبار مصداقيته، وهذه ما توخل أخبار مصداقيته وتعود تعدلهم. هذا موجود فيه في تونس، هاي اللي قريب منه فيه موقع للتتبع اللي ينتشر في وسائل الإعلام. معناه انه يخرصوا اي خبر نكتب لا يقبضوا ويخرصوا، يقعدوا الخبراء يقولوا هذه اليوم لا هنا نحاكموا وسائل الاعلام، في هاي وسيله اعلام عدلت ما هو كذا وكذا، نشرت من الخبر الفلاني عندها كذا من خبر كاذب، هذه عندها كذا من خبر صادق. هذه من هون يصبح التنافس، ما انك تعود لا كانك وسيله اعلام. كيف قال سيدي محمد قضيه اليوم انت تقدر اليوم تقبل خبر المضلل، يعود رئيس وزراء مشنوق في بلده معينه، والله عندهم رده في دوله معينه، والله اسمع اسم والله اسمع اسم اسم. هذا من التجاوزات الاعلاميه الكبيره في العالم المهني، لانك تغلط القارئ، تغلطه وانت مؤسسه اعلاميه يلا تعود محترمه ومهنيه ويلا تعود يركن لله يقول له. من هون عاد لابد في هذه الثوره التقنيه وهذه الثوره التكنولوجيه من تعود فم رقابة مهنية للعمل الإعلامي، حتى يعود فم المواطن عنده بليده قد يستند عليها. وسائل التواصل ما يقد حد يتحكم فيها، شي من المراد قد تندار بأسماء مستعارة، قد تندار بأي شيء، واحد يرقد باط يقول لك أنا راقد ضرك،
ويكتبها كخبر. انا اول اقول انه هو التلفن معناه انه ما عنده تقنيات الخبر ولا اللي عنده. وطبيعي ان اي انسان هام ولا البساطه في ذاك اللي يكتب طبيعي ان الناس دور تقوم قايسته باللي الامور المثيره والامور اللي الكاذبه دائما الناس تخرصها. ما تخرص اللي صادق دائما به اللي ما فيه الإثارة ولا فيه مردة كبار ذكية هي ما تخرص. ثانيا فم مسؤولية للسلطات. الخبر مالي لا كيف السيل اللي انت قفله وفرص عليه لود البليدة يوخذ منها. كذلك الأخبار إلي ما صادرها تعود ما هي مفتوحة ومتوفرة. هذا المواطن اللي متلهف على ان هاي وسيلة الإعلام تعطي شيء لا يتعقبهم اللي تضطر هذه وسيلة الإعلام اعلنها تم تعطيه خبر مهما يكون تقول له هذا قاع ما هو دقيق غير بعد تلوذ له الشيء تعطيه له به اللي هو يوميا يخرصها ومطالبها بانها تعطيه خبر والله تعطيه ذا. معناها يالت الجهات اللي الرسمية تتعاطى مع فتح مصادر الخبر حتى يتم القضاء على الشائع به اللي الشائعة هي المقدمة الأولى للخبر. إذن ما يوجد الخبر توجد الشائع. من أجل تحجيم الشائع من أجل التحكم فيها يلت الخبر يعود مبسوط ما خلي الشي بعد قد دعات خلقة جريمة يلت وسائل الإعلام تعطاها مباشرة لألا يفتح المجال الواحدين أخرين يدوروا بها غرض آخر ما هو غرض على أنهم يقولوا لأن خلقت جريمة. الجريمة عادية في الدول الكبار على أن تخلق جريمة عادية بتخلق تجاوزات يقير ما هي أكبر من قدها بأنها تلي يعلق عليها ويعدل منها مردة كبيرة ويعدل عليها يالتها تعود في حجمها الحقيقي والأخبار ملي تندار في حجمها الحقيقي. معناها عود الهدف هو الإخبار وثانيا لا خلقة مردة مثيرة للرأي العام يعود عند وسائل الإعلام التقليدية من القدرة اللي تناقشها بصراحة وتعطي أبعادها كاملة اللي يعود أي إنسان هم أنه يدور يدير لها إلى قامها والله يعدل لها يصبح بعد في الرأي العام ما هو جابر ليش. معناها هون لابد من شوي من المهنية وشوي من التعاطي وشوي من الوعي للتعاطي مع هذا يعني عرف أن هذه ظاهرة تكتسح الدول كاملة ولا هي موريتان وحدها. وعلن إحنا ذو قصة مسلحين بهم اللي عندهم صحافة مهنية عندهم وعي وعندهم مواطن ملي محمي عنده منظمات مجتمع مدني صحيحة قد قلت له واحد يعدل المردة لا يتشي مباشرة بالدخل عليه وعندهم ملي مهنيين قادرين على لا تلحد يتلاعب بالأمور لا يقول لك هذه ما وقفت وسيلة الإعلام كذا هذه ما وقادر من اللي وسيلة الإعلام تظهر على إنه ما هو خالي. قال لين نقبل من هناك عنده منظمات مجتمع مدني صحيح. إحنا منظمات مجتمع المدني هذا ما هي صحيح. أنا هنا ما لك أنا ما لك يتم اللي مدخلني بقضية مجتمع مدني. قاضينك هون قاضينك عيطناكم هناك كفاعل جمعوي رئيس شبكات التواصل الاجتماعي. عندي رأي في الخبر الكاذب وبعض القضايا اللي. بتجاوبني على هذا توما ياك بعض هو قال صحيحه معناه انه عرق هو تعرف على كل حال هو قاعد ما خالفش ما فيش صحيح وشيء مو صحيح لكن الناس كان المهم عن قضيه الخبر الكاذب اولا كيف قال الاستاذ عنه من الوعي هو التعتيم الاعلامي الرسمي والله التعتيم الاعلامي الغير رسمي معناها عند خلق الروايه وتعتم عليها هذا يجعلني انا ويجعل واحد اخر يمرق خبر كاذب يفرصيه ويقول يتوقعوا. ثانيا فهم رواية أخرى هو السبق الصحفي السبق الإعلامي خارجي مواقع يعدلوا سبق إعلامي يسمعوا رواية ويكتبوها عنوان ملفت الانتباه عريض وتقوم الناس كاملة هذا من الدواعي اللي شجع قضية الإشاعة قضية الرواية. فهم قضية الإعلام اليوم العالمي ما زال يعطي الخبر من يعطي الخبر يقول لك ما نمتكدي منه هو مسؤولية إعلامية كبيرة معناها أنه الدقة في الخبر ما هي بسيطة وكيف قال أستاذ عن فهم مراكز لتدقيق النوع المعلومات وإحنا كيف قال المجتمع المدني على مستوى
البلد مر مراحل. مراحل اولا عدم الاعتراف، عدم الاعتراف بمجهود المجتمع المدني. المجتمع المدني عمله عمل مكمل عمل الدولة، والدول المتقدمة تقاس بمدى رقي مجتمعها المدني، يعني يعود راقي ومتقدم ويتلقى الخبر ومعلومة بوعي حقيقي معناها عنه مجتمع مدني، ولينود عكس ذلك معناها عنه ما هو باطئ صحيح. ضرك على كل حال احنا قاع فتنا مثلنا قاع عندنا إشكالية قضية المدونين وقضية وقع لك معلوم عدل تدوين عنكم قال لك معناها انه مو صحيح هذاك زين ما جاوب تدوينه مباشر ما جاوب عليها. المهم عن فهم قضية هذا العالم الافتراضي، والعالم الافتراضي هو اليوم اللي يعدل الخبر والشائع بيا ليانا نقعد ونعدل الخبر قاع ماني معدل شيء لا معدلنا خبر ياك نمشيه لوحدين ونقول راه خلقت مسألة فلانية مسألة فلانية ونمشيه لجروبات نعرفهم يخلق ذا متداول. أما رواية أخرى أستاذ وهي مهمة جدا هو الخبر قاع يالا تحدره خبر يالتو يتريث يالا كان الخبر حقيقي والله كاذب كيف قلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. معناها أن احنا سرعة الخبر وسرعة تقبله وسرعة تقبل هذا المواطن وسرعة تقبله هذا الجمهور هذا قاعد يخلع. أنا يارت نتريث بعد نرى قاعد كانوا عندهم ميزات الخبر عنه كانوا حق كانوا موجود كانوا خالق يقال هذا هو اللي تم. قضية المجتمع المدني كي قلت لك المجتمع المدني لين يؤطر ولين يطال قيمته ولين يعود بالحلقات. وأنا أشكر التلفزيون الموريتانية اللي استضافه لأول مرة عنه له ينير الرأي العام ويعاون ويساعد فيه به اللي مكمل للعمل اللي العمل اللي يالطو يعود هذا يعاون ويساعد في تنمية البلد المستدامة. يعطيك العافية. أنا فقط أنبه هنا أن أنتم أشرتوا هنا قضية تعتيم الإعلام الرسمي لو أن هناك تعتيم ما كنا وإياكم هنا في هذا البلاتون نناقش مثل هذه الأخبار. ونحن نعمل جادون على إيصال المعلومة للمشاهد وللمواطن ومعايشته في واقعه والقضية ما هي قايسد الإعلام التقليدي. ربما يقصد أستاذ معلوم إن كان الكلام لي وما يقصد الإعلام الإلكتروني إعلام جرائد والوكالات والقنوات التلفزيونية لأننا نحن أصبحنا أيضا من الماضي أستاذ دكتور محمد حمود. أنا سجلت بعض النقاط أعتقد أنها قد تساهم في إنارة هذا الموضوع. أولا أن موضوع أن الشعر باب النكد إذا دخل باب الخير لان الشعر الفقهاء ما ينفع غير شعر الفساق والفرسان زين عند الناس وهكذا. الأخبار ناس تميل إلى الأخبار المثيرة بطبعها حينما تنشر أخبار عن كتاب فكري ألفه موريتاني وبحث في حول موضوع حساس يصل عدد قراءه 300 رجال من شخص. بينما حينما تنشر موضوع عن ساحر معين في قصة معينة غير موجودة وموجودة يتجاوز عدد قراءك 10,000. ليش؟ لماذا؟ هذا من 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 سيكولوجية الإنسان المتلقي. نفسية المتلقي هي تميل إلى هذه الأخبار الشائعة، تميل إلى أخبار لأنها بالنسبة لهذه أخبار للباحث المعدل مقاربة جديدة حول حتى لو كان بحث علمي بالنسبة لها مقصود ما أخبار ما زوين إلا الأخبار اللي فيه إثارة. الشعر باب النكد لا دخلوا يعني أنا قلت لك حتى في التقليد شعر الفساق زين عند الناس شيء الفقهاء لا يقبوه لا الناس الفقهاء فهكذا. سجلت بعض النقاط أريد أن هناك أيضا بالنسبة اللي قال الإعلام التقليدي صحيح اشت المعلومة لا بد أن تخرج. والإعلام التقليدي الآن نحن ورك عندنا محاولة لأن يواكب الإعلام التقليدي بقنواته الرسمية والحرة بوكالاته الرسمية والمستقلة
وكالات طبعا، لان احنا في تطور، كنا في جرائد والان لا احد يقرا الجرائد، كنا في مواقع وغدا لن يقرا احد مواقع. نحن الان نعيش عصر منصات الكترونيه، منصات فيسبوك، وبعد برهة وربما بعد فتره ربما نتجاوز الى يتقالب هنا عالم تكنولوجيا الى موضوع اخر لا نعرف ما هو. إذن أعتقد أن هناك محاولات، مثلاً التلفزيون عندكم موقع إلكتروني، صح، وربما تكون عندكم صفحة مستقبل على الفيسبوك، نعم، لأن القارئ مثلاً، هنا أعطيك مثال، القارئ إنين يعود مع الصباح ما ولي حين نشرة الثامنة كانوا حالكم تعطوا الخبر، صح. لأن ده برضه فيديو قام مدون عنده صورة وصور مثلاً عملية معينة، حريق أو ملاسنة أو كل ما يثير الناس، لأنه لا ينتظر، حتى لا ينتظر صاحب الموقع لأن يجلس ويجتمع التحرير وتقرر هل ننشر هذا الخبر أم لا ننشر هذا الخبر أو غير ذلك. صح. إذن هناك سباق محموم حول الأخبار، وأحيانا تنشر الأخبار الصادقة ولكن حينما يجد لا يجد مرضى النفوس، لا يجد مرضى النفوس أخبار صادقة من هذا النوع المثير، يخلقون من أنفسهم أخبارا كاذبة. أيضا الصحفي التافه والمدون المريض يريد أن يخلق قيمة من المادة المثيرة التي ينشر لكي يحصل على 400 إعجاب، ومع ذلك هناك مدونين محترمين وينشرون أخبارا صادقة يحصلون على مئات وآلاف معجبين، يعني نحن كل شيء واضح. صح. ثم مع ذلك في يوم الخميس مثلا سوف أعطيك بعض الأمثلة العامة، يوم تعرف بعض المواقع التقليدية والجرائد من زمان ينشرون فلان معلوم سيعين وزير للتعليم الثانوي مثلا، هذا قديم، تقليد قديم للتكسب لدى بعض الصحابة التافية وغير ذلك، ولكن المتلقين الجادين يقولون حينما لا ينشر الموقع الفلاني والوكالة الفلانية هذا الخبر لن أثق فيه، ويوم الخميس تجدهم يركزون على مواقع معينة، هذه المواقع هي التي تنشر الأخبار الصادقة، لأن قرار عدم النشر أهم من قرار النشر. صح. وهناك حالة من التعفف يعيشها الصحفيون المسؤولين عن التعفف نشر الأخبار. أنا عشت حالة 2014 ربما، كنت في المستشفى العسكري وكانت في حالة سيدة كانت في حالة غيرة عن الأحداث الاجتماعية، وسببت سباقة وجاتهم يبدو أنها صحتهم تدهورة وستتوفى. أنا تعففت عن نشر هذا الموضوع أبدا، وأعرف أنه حدث، ولكن بالنسبة لي حينما أنشره سأتساوى مع أناس آخرون ينشرون أخبار كاذبة. هناك أيضا إشكال آخر وهو مطروح دائما يطرح في بعض المواسم، أن الدولة أحيانا الصحفيين يصطدمون مع السلطة حينما تريد التكتم على بعض الأخبار لدواعيهم معينة. سنة 2010 مثلا كانت هناك حمى الوادي المتصدي، وكان هناك مرضى وهناك متوفون والشمس لا يمكن كتمانها، وكنت ربما صحفي وحيد في ولاية أدرار أغطي هذا الموضوع لوكالة أخبار نواكشوط حينها سنة 2010، وكنت في مواجهة السلطة لأن السلطة تنكر المرض من حيث هو في مرحلة معينة، ثم أنكرت وفاته من حيث معين في فترة أخرى، ثم أقرت بعدد محدود، وأنا أتتبع المرضى من يوم مرضهم حتى يدفنون بالأسماء. يعني هناك إشكال، يعني إشكال لأنك تصطدم هنا، حينها لم يكن هناك فيسبوك قوي، لو كان فيسبوك قوي لكانت الحالة أفضل، نعم لكانت الحالة أفضل. إذن أحياناً تصطدم الصحافة أو المدونين بإرادة من السلطة، والهدف السلطة أفضل نبيل هو خوف خايفين تخلع الناس، وإحنا كنا عنده هدف، صح، نحن لدينا هدف إخبار الناس بالحقيقة، وهم لديهم هدف خوف على الناس، ونحن نريد إخافة الرأي العام حتى تجد تكون الإغاثة سريعة، وهم يريدون تطمين الناس حتى لا يزعزع الأمن، وهذا إشكال. عموما هناك عديد النقاط ما زالت، أعتقد أن تحجيم الشائعة يعني
أننا يجب أن نفكر من الآن، وكنا يجب أن نفكر من قبل، حول الآلية التي يجب أن نرد بها الشائعة إلى غلافها وأن تكون منسية. وأعتقد أن إعطاء الاهتمام لمواقع تافهة ولمدونين تافهين ينشرون أخبار كاذبة، إعطاء اهتمام لهم، هذا يزيد الشائعة ويزيد صناعة الأخبار الغير مؤسسة. أنا بالنسبة لي حينما يكون الخبر موجود منه 80% يكون خبر جيد. صح. هناك أحد ضباط السامين سنة 2007 كنا في تغطية الغلاوية، حادث الغلاوية، وهو لديه نظرة ربما طريفة عن الصحافة، قال الصحافة مثل الجن يستمعون للسماوات الدنيا ويسيسون على خبر ويسيسون على شيء ويتم يزيدون ينجل الأرض، تكون الأخبار 90% كاذبة و10% صادقة. على كل حال لو لم يكن هناك غث لما كان هناك سمين. أعتقد أن وجود السمين ووجود الجيد ووجود الأجود هو الضمان لأن نبقى طبيعيين. زين حتى أستاذ المعلوم، فيسبوك هو ابتكار تقني معدله شاب في بلد وصل مستوى هائل من التراكم المعرفي اللي يوصل اللي يوصل له، ذاك التراكم المعرفي فيه عن أي مواطن في البلد اللي هو يحمل بلده ويحمل وطنه ويحمل القانون الرادع والحق له هو الواجب له في دماغه، معناها الوازع موجود عنده، هم هو اللي يعدل شي خاسر، إما خايف من القانون وإما رغبة في استقرار بلده ومجتمعه، لكن وصل إلينا قبل أن نتحصن، وبالتالي إحنا هو مختلفين، إحنا نستهلك مادة لا تنتمي إلينا، كنا نتداولها في الصالونات حكايات، الآن أصبحنا نتداولها مكشوفة للآخرين، بالتالي أصبحت أعراض الناس متاحة ومكشوفة، يعني فتحت كل الشبابيك والأبواب. هون يأتي دور المدون المثقف، المدون المواطن، ما الذي تفعلونه تجاه هذا؟ أنا أظن بأن المدون هو جزء من المجتمع، وفيسبوك لما أتى لكل مجتمع أخذ خصوصية المجتمع اللي قائم. نحن مجتمع أسواق، ولذا هذا المجتمع هو طبيعي جدا على أن خصوصية فيسبوك لما أتت أخذت وسيطر عليها الطابع الذي ميز هذا المجتمع. بالإضافة لذلك خصوصية ظاهرة الخبر الكاذب والأخبار الكاذبة على أنها سريعة الانتشار، ولديها سرعة 70% من الانتشار أكثر من 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 الخبر الحقيقي وغير ذلك، لطرافتها، لطبيعة استخدام الأفراد لها والغرض من هذا الاستخدام، ولهذا هذا كله يختلف. نحن اليوم في مرحلة لا يمكن أبدا للانتظار فيها، في سيل من المعلومات متدفق، أكثر من 25 مليون في الثانية مثلا فيديو صورة تنشر على إنستغرام وتنشر كذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يجعل على أنه لا توجد هنالك فرصة لهذا الجانب. حينما نتحدث عن المدونين على مستوى موريتانيا هناك عدة تمظهرات من هؤلاء المدونين، البعض حتى لا يعي بخطورة ظاهرة أو بخطورة الخبر الكاذب أو بالانعكاس السلبي لأي تدوينة يكتبها الواحد. مثلا حينما يكتب الواحد تدوينة هو يكتبها تحت رغبة إما البحث عن التفاعل، إما البحث مثلا عن يتم تداول اسمه بدرجة كبيرة هؤلاء المرضى وهؤلاء الهواة الذين موجودون في هذا الجانب. إذن نحن هنا ما هو الموجود؟ الموجود على أن المدونين ككل المجتمع ككل إعلام حتى التقليدي، هنالك القذف وهنالك السمين، هنالك الصحيح وهنالك المريض ضمن فضاءات التواصل الاجتماعي. هذه الفضاءات ضمن التواصل الاجتماعي هنالك خاصية لها على أنها تتميز عن الإعلام التقليدي، على أن هنالك آلاف الحسابات المزيفة والحسابات التي لا غير معروف من صاحب هذه الحسابات. هذا من الأشياء التي تسهم في أن تتحول خصوصية أو تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظاهر تشهد انتشار كبير لما يسمى الأخبار الكاذبة والخبر المضل. السبب الأساسي على أننا نحن لا يوجد هنالك توعية، ولا رواد هذه الشبكة لا يعون بخطورة
ظاهرة الخبر الكاذب في نفس الوقت هنالك انعكاس خطير جدا لظاهرة خطاب الخبر الكاذب وخطورتها أخطر من خطورة القوة في الاستعمال في الصراعات وغير ذلك، لأن الكلمة معروف خطورتها. إذن انعكاسها هي خيانة للدين، هي خيانة للوطن، هي خيانة حتى للمسؤولية الذاتية الملقاة على الشخص. حينما نتحدث اليوم عن وسائل التواصل الاجتماعي نتحدث على المواطن، صحافة المواطن، وحينما نتحدث عن المواطنة أول منطلق لهذه المواطنة المسؤولية الذاتية. هذه المسؤولية تتضمن بدرجة أولى صيانة الكرامة الإنسانية، وحينما نتحدث عن الكرامة الإنسانية احترام حقوق الآخر المختلف بمختلف تظاهراته. اليوم ماذا يوجد؟ هل مغاير لصفحات التواصل الاجتماعي؟ متى يمكن أن نقول بأن تدوين ما تعتبر خبر كاذب ضمن فضاء التواصل الاجتماعي؟ هذه حينما تكون تدوينة معينة تركز على بعد واحد من أبعاد الحدث، أو تكتب على أساس أجندة خاصة، أو تكتب على أساس تبني وجهة نظر واحدة في ظل إبعاد للأبعاد الأخرى، وهنا التدوينة تحولت إلى خبر كاذب. ولذا أي تدوينة لا تتبنى الموضوعية، لا تتبنى إبراز جميع الجوانب، وتتبنى كذلك المصدر المستقات منه هذه التدوينة، ينبغي أن يكون لديه مصداقية إما صاحب الخبر نفسه. النقطة الأخرى اللغة التي يتم تقديم بها الحدث، سياغة. ولذا نحن الموجود اليوم ضمن فضاء التواصل الاجتماعي هو على أن الخطاب المقدم به الحدث، اللغة المقدم بها هذه الحدث، أي حدث يمكن أن يقدم بمختلف اللغات. الناس هنا تختلف في إطار تقديم الحدث معين بلغة معينة، وهذا الحدث نحن نخلط بين بعدين، نخلط بين النتيجة والسبب، وأحيانا نقفز على الأسباب ونتجه إلى النتيجة ونناقش النتيجة. جميع الأحداث التي تحدث نحن دائما نهتم بنقاش نتيجة ونهمل السبب. ولذا نحن أرى بأنه من المهم جدا على المدونين أن يعوا بخطورة الأخبار الكاذبة، خطورتها على الوئام الاجتماعي والاندماج الاجتماعي والوحدة الوطنية. هي اليوم تستغل. أنا بالنسبة لي أعتبر بأن ما يجري اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي هنالك مجموعة من المؤسسات، مؤسسات عموما، لأن القضية لم تعد قضية تدوين. اليوم الحروب اليوم في عصر الميديا اليوم هي حروب إلكترونية بالدرجة الأولى. ما كان يمكن أن تقوم به دول، هي يمكن أن تستهدف أي شعب، أي أمة، أي بلد تستهدفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا ملاحظ، هنالك مؤامرات تنتهك ضد هذا الوطن، ضد هذا الشعب، حتى تستغل الشباب في إطار هذا الجانب، نشر خطاب الكراهية، نشر التطرف ضمن هذا، جماعات ذات الفكر الإرهابي، الجماعات المتطرفة أو الجماعات ذات الفكر الدخيل تستغل هذه الفضاء التواصل الاجتماعي لمحاولة خلق اختلالات ضمن هذا الفضاء الاجتماعي. ولذا من المهم جدا أن نعي على أن هذه الأخبار الكذب، وعلى أن المدون ينبغي أن يحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره يحمل هم وطني، باعتبارها على أنه يمثل وجه من أوجه الوطن، وعلى أن هذه الوسيلة وسائل التواصل الاجتماعي هي أتت بالدرجة الأولى للتثقيف. وسائل المدونين والإعلام التقليدي هم ليسوا في سباق، بل هم في عملية تكاملية. بالفعل وسائل الإعلام التقليدي مطالبة اليوم بأن تساير تطورات اليوم التي تحدث. مثلا مجلس الوزراء اليوم، نحن اليوم ندار بعقلية السبعينيات والستينيات في الإعلام التقليدي، ننتظر حتى إذاعة الساعة الثامنة وتصدر النتائج، ينبغي أن يكون هناك بث لكل مجريات الأخبار بشكل مباشر، إما عبر الصفحات وإما عبر المواقع. أنا بالنسبة كذلك الأخبار الكاذبة هي تهز مصداقية الإعلام، المؤسسات الإعلامية التقليدية وغير ذلك. حينما لا تكون هنالك نسف، ينبغي أن تكون هناك لدينا قدرة كبيرة على الرد على الشائعة، ونحن لا ينبغي أن نظل ننتظر حتى نتأكد من الخبر ومصداقيته، لأن حتى سير المعلومات لن أنت تنتظر عند المعلومة رقم واحد ونحن في المعلومة رقم ألف. ولذا لا يمكن أن نظل ننتظر حتى نتأتي ونتيقن من مصداقية هذا الخبر أو غيره، بل ينبغي أن تكون هناك قدرة كبيرة على الرد على الشائعات، وخصوصا في إطار مؤسسات الدولة. حينما تكون أي حدث يتعلق بالمواطنين اليوم، يتعلق بالصحة، يتعلق بالأمن، يتعلق حتى أي حدث مهما كان هذا الحدث، ينبغي أن تكون هنالك مواكبة مستمرة ورد مستمر. وأزمتنا اليوم هو أزمة على أننا ندار بعقليات لا تريد أن تشعر بأننا نعيش في مرحلة الجيل الرابع، الجيل الرابع من الميديا هذا الجيل، ونحن لا نزال نتحدث على أنه لابد جيل الخامس قريبا.
ولهذا من المهم أن نشعر بالخطورة العامة لما يكتب لما يدون عبر شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع على الدولة على حتى على الجهود المبذولة من طرف المؤسسات ومن طرف المسؤولين. ولذا هي اليوم الشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينما لا تكون هناك مؤسسات قوية ترد على هذه الشائعات هي تقوض الجهود المبذولة سواء من طرف وزارات سواء من طرف مؤسسات سواء حتى من طرف إعلام رسمي يدار وفق سياسة معينة قد تكون منحازة للسلطة أو غير ذلك. لكن لا تنسى هنا أن السؤال اللي طرحت عليك أنت المدون المواطن المدون المثقف المدون المنحاز لوطنه المنحاز للسلم الأهلي للسكينة الاجتماعية وهو يواكب هذا السيل الجاري يجب أن يكون حاضراً هو الآخر على الأقل يكون الصخرة التي تقف في وجه هذا السيل. لكن أن ينتظر إنابة عنهم لا لا أظن بأن هنالك العديد من المسؤولين المدونين المسؤولين أنا أسميهم المسؤولين الذين يحملون هم وطني. أنا المثقف هنا أعتبر الذين يحملون هم المواطن ويعبرون من خلال تدويناتهم عن القضايا التي يشعر بها المواطن والتي يرفض الإعلام الذي يدار وفق خط تحرير معين أو يدار وفق سياسة معينة لا يصدر أو لا يعمل على إبراز هذه الأحداث. المدون دوره هو أن يكون لغة أن يكون هو قلب المواطن يكون هو صفحته تعبر عن نبض المواطن تعبر عن أحداث المواطن تعبر عن الأحداث اليومية التي يعيشها المواطن قضية الماء قضية الكهرباء. هنا نقول بأن المدون هو مثقف والمثقف هو الذي يعبر عن هموم المواطن هو الذي يقدم هموم المواطن. وأظن بأن صفحات التواصل الاجتماعي في موريتانيا اليوم توجد العديد من الصفحات التي تواكب المواطن أولا بأول حتى على أن هذا شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي سلطة خامسة اليوم أصبحت تفرض على صناع القرار ضرورة التجاوب مع الكثير من القضايا طيب. بل على أن بعض القضايا لم تجد حل إلا بفضل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي طيب. هنا إذن المواطن المدون المثقف وما أسميه أنا المدون المواطن الذي يهتم بقضايا المواطن هم حاضرين بقوة في موريتانيا. وأظن بأن المواطن اليوم أكثرهم ثقة في المدون المثقف المواطن من ثقتهم في أي وسيلة إعلام تقليدية مهما كانت هذه وسيلة الإعلام التقليدية. لا ما أكبر خلنا نشوفه أنت جزاك الله خير. لا يشوفوا هذه المقابلات مع بعض طبعا هذه الشائعات لها تأثير حقيقي على حياة المواطن البسيط. أولا من الناحية الشرعية هي لا تجوز لأن من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا من ناحية شرعية حد يتكايس لا يؤدي رعب للمواطنين بسطاء حريصين على أمنهم وعندهم الحق ذاك. قال كاذبة نشرها أول شيء بسوريا عن صاحب أول شيء حد ينشر شيء ما هو صالح ضار مجتمعه أولا وضار ملي بالناس اللي حذا خاصة مسؤولين غير مسؤولين يا غير ملي حد كامل شاف أخبار في فيس والله في واتساب والله في أي شيء أي مؤسسة إعلامية ولا شيء تأكد مصدرها مصدر هو أساس كل شيء. خايف فهم بعض الناس جر البلبلة في المجتمع تنشر أي شيء ما عنده علاقة بأي شيء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد علي شفت أمولي إحنا ما قد نعود نؤمن بعض الكتاب ونكفر ببعض ثم عدلت هجمة كبيرة للمدونين ولا على هذه المواقع اللي قلتوا عنها قلتوا ما هي حتى مستغيث تمامتين غير هذا المدون هو اللي يعطيك مخبار السحاب بالخريف ويعطيك مخبار العميات ويعطيك مخبار الصيف ويعطيك مخبار الأحداث اللي تخلق في الداخل. وانتم كمؤسسات إعلامية مراسلينكم محدودين ما هم خالقين بيك الدرجة حتى ولا تعودوا تقبوا من هون وتحذفوا من إذا إما يعود لكم شريك إعلامي يساهم معاكم في صناعة الخبر وشريك لكم وإما تعودوا أنتم اللي مكتفين بروسكم بحيث تعودوا أينما كان هذا المدون أو هذا المواطن اللي يصنع الإعلام تقول أنتم اللي يفزروا تصنعوا الإعلام بطريقة المهنية. لا أعتقد أن الحرب والله التنافس ما بين المدونين والإعلام غير موجودة. أنا أعتقد غير واردة أصلا وغير واردة. هذه نحن اللي نبحث عنه وهو طريقة نقدر نحمو بها الخبر سواء من ناحية التدوين وسواء من ناحية وسائل الإعلام. وقلنا واللي 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 نخرصوا على الوسائل الإعلام دائما في العالم مرجع على الأقل في ذا الله تقول معناه إن لعادة اللي فهم المدونين
والله مدون قال مردة ما هي كبار، والله عدل شيء ما هو، والله ودون والله وعدل على ظاهرة معينة، لاستطاعة الإعلام التقليدي أنه يتناولها بطريقة مهنية، هذا هذا تناولها بطريقته هو العادي، وعنده الحق اللي نفتح هذه الشبكة، وعنده الحق بيدون، وعنده الحق بيعطي كمواطن. اليوم هاي صحافة المواطن صفحة صحافة داخل في إطار تصنيف إعلام جديد، إعلام جديد ولا يجد حد يجاوزها، وصفحة تعطي الخبر للإعلام من رأسه يعتمد عليه، واحد يجيب لك حادثة تقدر تعود ما عندك مراسل يقدر يجيبها ويجيبها لك موثقة فيديو. شنو هو دورك أنت كإعلامي؟ دورك على أنك تخرص هاي المردة وتديرها من قالب المهنية، قالب هواية، القالب مهني يقدر يعامل معه. هذا هو اللي غايب عندنا اليوم، هو اللي ما زلنا واجدين فيه يوجد به النقص. هل نحن وصلنا إلى درجة أصبح لدينا إعلام مهني قادر على مواكبة ما يحدث وما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها والرد عليها بطريقة مهنية واستخدامها واستغلالها بحيث على المواطن يحصنوا من الشائعات إلى غير ذلك؟ هل أيوة نحن الآن جواب شنو الجواب على أن حتى الآن نظرا لأن الصحافة دخلت في طفرة ما هي معقولة، كانت عندها صحافة ورقية ما زالت تبحث عن مؤسسات صحفية ورقية إياك تعود موجودة وصحفيين في الصحافة الورقية، ما زالت تتأسس جات الصحافة الإلكترونية وغزاتها ما فات قاع، هي من راسها ما زالت عندها مشاكلها ما فات نحلت. معناها أن لين جات مدي الصحافة الإلكترونية ما زالت لا يتلملم أوراقها جس سمعي البصري عليها بدون أنها تنحل مشكلة من المشاكل. معناها أنا نقول ولا حطها بالدشرة قلبوا حطموا وقاموا زاد. نحن كنا ندوروا نحصنوا وسائل الإعلام اللي هي وسائل الإعلام المكتوبة، ما زلنا لا يحصنوا ونخرصوا الصحافيين والمهنية فيها وذا كامل وتعود موجودة، وزادتها الصحافة الإلكترونية التي لا حدود لها. اليوم نحن حتى الآن ما زلنا عاجزين عن تحديد المعيار اللي نقدر نقوله به نميزه به ما بين المدونة والموقع الصحفي الإلكتروني. لأن الموقع الصحفي والله الصحيفة الإلكترونية والمدونة عندهم ميزات صح وعندهم مرات تختلف عنه. بهلي يتشوه موقع عنده رجاج واحد هو اللي يديره ماشي هو به بدخله يكتب به الخبر اللي يكتب به ويخرص اليوم مستواه في المقروئية. المقروئية والمهنية لا علاقة لهم، ما بينهم أي علاقة، لأن المهني شخص محترم ذا الله يكتب وذا الله يكتب ما قداله فيه عود عنده معايير ولين يقرأ هاي رجاه لا يقرأها على أنها مردة ذاك هي مقدمة مادة صحفية متكاملة. معناه أنه لا تعدل تحقيق لا يعود تحقيق صحفي متكامل، ولا تعدل ريبورتاج لا يعود عدل ريبورتاج، معناها تتوفر في المعايير المهنية اللي تتوفر في كل شيء. الخبر ما هو كل شيء، الخبر حد وجزء مقدمة من العمل الصحفي ولا هو العمل الصحفي بصورة عامة. إذن اليوم المشكلة أن الناس استسهلت الصحافة والرأي العام استسهل الصحافة إن يعاد يخلط بين نفر واحد كاتب كبير يقدر يشك أنه صحافي، وواحد صحافي يقدر يشك أنه كاتب كبير، وذا كله ما عنده كله ماشي بواد وكله عنده مردة تختلف عنه. اليوم هذه الثورة التكنولوجية اللي مطالبين به على أن نستغلوه ما تعود ضدنا، نستغلوها شنو؟ نستغلوها بأن حاولوا على أن نحصنوا الجانب المهني، وعلى أن حاولوا على أن نرقوا مؤسساتنا الصحفية يعني تعود مؤسسات مهنية وعودوا فيها صحفيين مهنيين قادرين على مواجهة هذا السيل المعلومات والتعامل معه. ثانيا إيجاد مؤسسات الحماية المستهلك، حماية المستهلك للمادة الإعلامية، لأنه هو ما فرص عليه يحمى في المواد الغذائية، مواد الإعلامية اللي هي زاد أخطر من المواد الغذائية وأكثر تأثير، تقدر في كلمة تقدر نعرف كل بليد. معناها لازم تعود اللي فهم مؤسسات لحماية المستهلك للمادة الإعلامية اللي هو المواطن، لأن المواطن العادي لا يميز بين المهني
وغير المهني، لا يميز بين التدوين والجانب الصحفي الآخر، ولا هو مطالب بأنه يميز بيناتهم، لأنه هو حد مستهلك. ترى يجيب لي الشمارو لا ينوكلو، قد عود من تايلاند وقد عود من موريتاني وقد عود من هو اسمه، لا بد أن نعدل. لكن بردة لأنك تم تخرص المنتوج، تخرص تاريخه وتخرص كذا، حتى هم اللي يالتك تعرف هم اللي تخرص المؤسسة وتخرص اللي جايب لك الخبر شنهم، كانوا إنسان بمصداقيته، كان مؤسسة بمصداقيته، كانوا خبر قد يعول عليه، لا بد يعود فم موجود. يعني يعود المؤسسات الإعلامية قادرة، عندهم القدرة المهنية اللي لاجه خبر هام وعلنه عنده غاية معينة قادرة لأنها تجيب له المهنيين. إشكالية الاختراق هنا تجد إشكالية كبيرة. إشكالية الاختراق هون هو بسيط، أنت معدل مادة إعلامية إثرت بها انتباه معين، والله همك بها هدف معين، والله همك تعزف على مردة معينة، لماذا يالت تعود فم ردة فعل أخرى من 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 الجانب الإعلام المهني، والإعلام المهني إلى يصدى لي شيء قد يخليها مقاربي اللي اليوم أنتم رأينكم قاعدين تناقشوا موضوع هذا الموضوع اللي يعودوا مناقشين واحدين عندهم دراية، وذا المواطن اللي خرص يعرف على أنه على الأقل يصبح يعرف المعلومات شن هي، يعرف مستوياتها شن هي، يعرف التمييز بين اللي دقيق واللي ما هو دقيق، يعرف على أنه مدونة والله 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 صفحة في الفيسبوك ما معروف ملاها ولا معروف هو شنو، لا كتبت مردة ما فيها أي قيمة، يعرف على أن مردة يعرف على أن قضية على فم شي بين الخبر والتعليق الرأي، معناه أن يارتو فاصل بين واحد ماشي علق جايب رأيه هو، وواحد جايب خبر على أنه خبر معلومة مجرد يقد يؤكد منه قد يعرف كانوا صادق والله كاذب. ذلك يسر من الناس اليوم يخلط بين التدوين اللي واحد مدون عنده هو رأيه هو من راسه ويوجه به أحقه، وبين واحد وبين الخبر شاكين هذا خبر ما هو خبر، هذا واحد جاي برأي، هذا رأي ما 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 لا يعبر إلا عنه هو، ما يالله مواطن يعتبر على أنه خبر به اللي ما هو خبر، لا قال لهم أعلن كذا وكذا وخالقه موريتاني كذا وهو بالنسبة له خالق كذا وكذا، هذا رأيه هو، معناه أنه محدد على أنه رأي ويندارف خانة الرأي، وفم يوسر من الآراء ضده وفم يوسر من الناس ضده، معناه أن هذا هو الفرق بين أن المادة اللي قدامنا نعرفه كان هذا تعليق، كانوا خبر، كانوا شنو صنفوه بعد قاع في ذا اللي عندنا شنو، فهمت؟ ما تم ولا نخطو هذا منادم يدون، هذا معناه أنه جاب لنا خبر. غير توما هون مالتوما أستاذ محمد عيد وقت قاع ماتل عندي منه ياسر، غير توما كمهنيين، وهذا شفته فيسبوك يتيح لك متابعة الفيديوهات، فيديوهات قصيرة. لماذا أنتم كمهنيين وكإعلام مهني ما تم تعدلوا مقاطع فيديو على الأقل تردوا فيها على النوع هذا، وتعد متاح على فيسبوك وعلى واتساب تتزامن مع هذا؟ هو ما في شفت هو العادة اللي فهم الخبر قد ينتشبر يالت الإعلامي، لأن اللي واحد انشر خبر ما هو قبال وسيلة الإعلام عندها الحق تمشي تلوّد لذاك الخبر تعرف هو شنو وتوثق ذا اللي موجود وتنشره مواقع وتنشر الفيديوهات وتنشر شي ما يوفيقر. كيف قلت لك هذا النوع من الأمور فهم حالة أخرى. شفت نحن اليوم ما لنا رأينا المواقع اليوم مديولة فره موقعين قالوا ريمناو يصنف يدير هذا والفوقان يدير هذا هو التحتاني خلط ذاك ناشر لك مردد كأنها وجبة معطيها لك توكل فيها اللي بقيت يقول لك هذا هو الفوقاني هو التحتاني. علاش؟ لأن خالق موقعين قالوا أليكسا ما عنده علاقة بالمهنية ما عنده علاقة بأي شيء، هو اللي يقول لك كان هذا هو المقري هذا ما هو مقري، القراءة ما هي كان هذا مقري والله ما هو مقري، هذا تقعد تعود صفحته لاحقة 20,000 يقير ما هو مهني ولا هو صحافي ولا هو اسمه وقرايته ما تحدد، هذا لا بد من معايير أخرى مهنية. هون نقول أن الصحافة ما هي كيف تبيعت التجارة، ما هي تجارة هي اليوم. علاش نقول على أن الدولة يلا تساعد الصحافة وتعطيها الدعم وتعطيها كذا؟ لأن الصحافي ما يبيع منتوجات غذائية يدور بها الربح، هو يبيع أفكار ويبيع معلومات، وهي المعلومات قد لا تكون مربحة، يعني تعود معدل الهيوسر من المهنية والمصداقية وهامها تؤكد منها، وإذا كان ما هي لا تعود مربحة وملاها لا يتكلف يوسر صحافيين مهنيين التدقيق فيها
التنقل التنقل تدقيق المعلومه. يعطيك العافيه. رغم ذلك نوح عليه شعيب عليه السلام يقول لهم اليس منكم رجل رشيد رشيد، وانا نتمنى لا مكرر عليكم انتم المجتمع المدني انكم هم الرجل الرشيد المثقفين والمواطن الصالح في الغابه الذي هي هو الرجل الرشيد، وانتم تتابعوا انتم تصفحوا وصفحاتكم امنين شهور ويا خاسر تخرب مجتمعي ولا تدمر ولا تهيش السكينه فيه، على الاقل نجي داخل الخط على طول. نبحث انا من انت من نفسك عاد صحفي انت تصنع ماده اعلاميه. شفت ايش نتوقعوا منكم في الايام القادمه تقوموا تعدلون نفس الموضوع منين فتحنا لكم الروايه اللي عندنا ناقصه. شكرا. دائما نقول لك قضيه ان اللي كان جعل الخبر يعود كاذب هي الفوضويه الاعلاميه الموجوده. احنا محيط بنا دول وذم الفوضويه كامل ما هو فيهم بهم اللي هم هذا ذم ضابط القانوني كل شيء. اليوم هذه الطفره الاعلاميه الكبيره اللي خلقت فينا احنا خلقت فينا بين اللي سيبناها خليناها سيبه اللي يبقي كل من هب ودب يكتب عند الاعلام يكتب عند كامل. لا يقول لك عن قضيه من اخطر هذا عن الشعب المسلم والكذب حرمه الله علينا. من اخطر شيء شعب مسلم تشيع فيه النوع من الفاحشه والشائعات وراه لك هذا كامل يترتب عليه ياسر اخر وله قاع بلبلة الدولة ولا بلبلة السلم الاجتماعي. فهم الأسر اللي تفكوا على الخبر أسر تفكوا على الخبر صح. احنا كمجتمع مدني وفهم منظمات غير حكومية ولا نقول لك على الناس تفاوت تفاوت في كل شيء تفاوت في الصلة وتفاوت في الإيمان ما تفاوت قاع بالعنى. فهم منظمات غير حكومية على مستوى ناضج وتقوم بقدر من التوجيه الرأي العام وتوجيه الأمور اللي تمس من سكينة البلد وتمس من أمن المواطنين. بأن احنا لا عندنا شيء قالوا حماية المواطن ونحمي المواطن من كل شيء. نحموه من التعذيب، نحموه من خبر الكاذب لأنه خبر الكاذب أخطر بذا كامل. نحموه من كل شيء. معناها عندهم منظمات غير حكومية وهم قاعد منظمات غير حكومية عندهم مواقع يبثوا فيها مسجلات لتكذيب بعض من الامور والشائعات اللي حاسين احنا عنها الشائعه معنا كذا. يقال قاع احنا قاع بسم حاله كيف قال الاستاذ لا ينتحقوا من هذا الصدق الخبر الكاذب مصداقيته وصدقه. احنا يقول لك تقويده في الويده ان شباب في الروايه عن احنا قاع كاملين كصحافه كمنظمات حكوميه كمدونين مثلا يخصنا ياسر كاملين ويالطنا نعود كاملين نشتغلوا من أجل إياك يعود فهم إعلام حقيقي وفهم مجتمع مدني حقيقي. إياك نوصلوا فكرتنا كاملة. تكلم عبيد الله بن أبي عبيد الله بن السبع عفوا كان هو الرأس المدبر جميل للفتنة جميل للفتنة كان يصنع هذا بالشائعات. تعرف ما تعرف ما كان يشيع عن عثمان رضي الله عنه عني لحظة لكن كان هناك من يقف في وجهه. أنتم كصحافة كمجتمع مدني كمدونين يجب أن تقفوا في وجه عبيد الله بن السبع. أكيد. كيف؟ أنا في هناك تقليد صحفي عالمي في موضوع تكذيب الأخبار الكاذبة أن من لم ينشر خبرا كاذبا لا يكذبه. وسيلة الإعلام التي تنشر الخبر كاذب أنت مثلا تقول أن واحد جل مقدم التلفزيون دكتور محمد حمود نحتيق وطرش أنا لست مسؤولاً عن تكذيب هذا الخبر لأنني لم أنشره أصلاً. هذا صح. تقليد صح. أنا أعود إلى السؤال الذي قلت الفوضوية الإعلامية التي خلق عبيد الله بن والتي تكلم عنها الأستاذ. أقول إننا نحن في الإعلام نحن ضحية سياسة منهشة لفوضوية الإعلام بدأتها أنظمة سابقة لإشاعة التلميع وغير ذلك وبدأتها نظام أنظمة أخرى لإشاعة الخبر الكاذب حتى لا يكون هناك خبر صادق. صحيح. في مرحلة وأنا لن أحدد هنا تاريخا في مرحلة معينة هنا نشرت مواقع جادة واستقصائية تسجيلات صوتية وفيديوهات وغير ذلك. كانت هناك سياسة استراتيجية واضحة يجب أن يكون تتركز على مالي يلا المواقع اللي تقول فر الكذب
عدلوا 20 موقع، ما هي 20، 150 موقع، لأن أنا أعرف سنة 2007 كانت فيما تياها 13 موقع 14. في خلال من 2007 2008 هون عدل 180 موقع زايدة، والهدف حني أنا حددت مجموعة الأفكار ستكون قصيرة ولكن ستكون مفيدة. أنا نوفا عند 20 هي 19. نعم عفوا قصير. المهم تم اعتماد سياسة لإشاعة الخبر الكاذب عن قصد، حتى إذا ما حصل الفساد في شيء معين، حتى إذا ما حصلت فضائح في شيء معين تكون مثل الأخبار الكاذبة. وموضوع الاختراق، الاختراق أيضا الإعلام أصبح أداة الاختراق السياسيين لكي يشيطن بعضهم بعضا، الاقتصاد منافسين اقتصاديين لكي يشيطن بعضهم بعضا. وفي ظل قلة النضج الإعلاميين والصحفيين والمدونين وغير ذلك يكون وسيلة لتصفية هكذا حسابات بين بعض الفرقاء. كنت أريد أن أتحدى أي خبر لا يجيب على الأسئلة الستة ليس خبرا، أين، كيف، متى، لماذا، هي الأسئلة الصحفية، أي خبر لا يجيب عليها لا يكون خبرا. وبالتالي نحن علاقتنا مع المدون هو مصدرنا، ولكن في مرحلة معينة هو مكمل لنا وأحيانا يكون أحسن منا. زين حد فضل. أنا أظن أنتم كمدونين ماذا أعددتم لعبيد الله بن سبأ؟ أنا أظن بأن ماذا أعددنا إلى القضية ليست قضية مدونين فقط. أنا أظن بأن مهم جدا أن يكون هنالك تفاعل وتعاون شامل ما بين المجتمع بمختلف مكوناته والسلطة القائمة. المجتمع عليه التوعية وعليه بناء قدرات الرواد سواء كانوا مدونين وسواء كانوا خصوصا الإعلاميين. إعلام التقليدي ينبغي أن يقوم بدوره الملقى عليه وكذلك يواكب المواطن في قضايا التقليدي. هذه المفردة السلبية يجب أن تحسنها. التقليدي التلفزيون ما أقول التقليدي التلفزيون الرسمي الذي لديه سياسة، حتى الإعلام التقليدي التقليدي أصبح تقليدي، ولكن مفردة التقليدي هي عبارة سلبية. أنا أريد عبارة في مقابل الحديث. أنا أظن بأن الإعلام الرسمي الذي لديه السياسة منحاز لها، والمواقع التي تدار بخط تحريري معين، على هذه المواقع أن تطلع بقضاياها وتقلل اليوم، وتعلم اليوم بأن المواطن لم يعد لديه الوقت ليتمحلق أمام التلفزيون ينتظر خبر أو ينتظر شيء مكتوب. عصر الصورة، عصر الفيديو. النقطة الثانية، ينبغي أن تكون هناك برامج للتنشئة الاجتماعية تستهدف المراهقين اليافعين ضمن الذين رواد شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه البرامج ينبغي أن تأخذ عدة مدى داخل التلفزيونات ورجوات ومختلف وسائل الإعلام التقليدي باعتبار لا تزال تنتشر بشكل كبير، وداخل كذلك المؤسسات ينبغي دمج هذه البرامج، وينبغي كذلك المؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على قيادة حملات وقيادة برامج تعمل على التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس كل خبر، وهذا ينبغي أن ينتبه له المواطن، ليس كل خبر نشر على فيسبوك خبر صحيح، وليس كل خبر كذلك نشر على فيسبوك وكان لديه أكثر الأفراد الذين نشروا حوله وشاركوا خبرا صحيحا، بل ينبغي أن يكون هنالك لدينا حس نقدي في إطار ما سينشر على فيسبوك، هل هو صحيح غير ذلك، نتساءل عن مصدر هذا الخبر ومدى مصداقيته، وأؤمن بأن القضية تستحق معالجة أكثر وبرامج أكثر. وشكرا. أنا قبلت منك شيء من الوقت، نعطيك دقيقة تفضل. نعم، أنا كنت أريد أن أقول في موضوع المدون حتى بالصورة والصوت أحيانا يكون خبر كاذبا. هناك مواطن أتى من ادعى أنه واطن من سوريا وأنه التقى مع إسحاق المختار واستضافت إحدى القنوات وتحدث، كل موضوع كاذب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حتى لو صورنا في الموضوع لا يتعلق بقوالب معينة، الموضوع يتعلق بمسؤولية واستقصاء، لأن حينما يكون هناك الجيد سوف نميز السيء. أنا أعتقد أن تحسين الجيد وتكثير الجيد سواء في مختلف المستويات الإلكترونية، الفيسبوك، الواتساب، كلما أكثرنا من الجيد كلما اضمحل وضمر السيء. أنا بعد التوصية اللي عندي حمد، التوصية اللي عندي الأخيرة هي أن يجب أن تكون هناك مراقبة للعمل الإعلامي والأخبار والتدقيق فيها، وأن تكون هناك شبكة مهنية للتفاعل مع تهل الوقت. تهل الوقت. عبيد الله بن أبي بن سلول رمى سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما لا يليق،
وصفوان بن المعطل رضي الله عنه، لكن جاء القرآن وكذب هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إلى آخر الآية. عبيد الله بن سبأ كان سببا كبيرا من أهم الأسباب في فتنة المسلمين، تصدى له الصحابة، لكن لا زلنا نعيش آثار عبيد الله بن سبأ إلى اليوم. لا يقال إن محمد يقتل أصحابه. نعم، لا 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 زلنا نعيش آثار عبيد الله بن سبأ إلى اليوم من افتراءاته وكذبه وفاحشته. نحن بحاجة كمجتمع، كمدونين، كصحافة، كمثقفين، كسياسيين، أن نتصدى لألف عبيد الله بن سبأ يتربصون بنا. هذه الحلقة مشاهدي الكرام وصلت إلى نهايتها. كان ضيفا علينا فيها الأستاذ محمد الأمين محمد علي العبادي، رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية. شكرا لك على الحضور والإضاءات. كذلك الأستاذ أحمد الصديق التقي فاعل الجمعوي، شكرا لك على الحضور والإضاءات. كذلك الأستاذ محمد البلعمش مدير الناشر لموقع مراسيلون، شكرا لك على الحضور والإضاءات. وكذلك الأستاذ معلوم أوبك مدون، شكرا لك على الحضور والإضاءات. لكم تحيات فريق هذا البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.